رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا دلوقتي لفقرة المناورة. منورتنا النهاردة الحقيقة بتهم كل كبير وصغير، بتهم الأسرة المصرية بشكل خاص، لأنه على الرغم من كلامنا المتكرر عن العنف الأسري وتعنيف الزوجة أو أي ست مهما كانت صفاتها إيه، وعلى الرغم برضو من تغليظ عقوبة الزوج لو ضرب زوجته أو عنف زوجته، والتحركات اللي بتعملها كل مؤسسات الدولة المعنية بحال الأسرة والمرأة المصرية، للأسف لسه بنسمع قصص وحكايات بائسة ملهاش نهاية عن العنف اللي بيتم ممارسته تجاه الزوجة. يعني في مليون ست، حوالي 8 مليون ست مصرية بتتعرض للعنف، و86% من الزوجات بيتعرضوا للضرب، وده بحسب آخر إحصائيات للمجلس القومي للمرأة. وهو تصرف ما بقاش متعلق الحقيقة بمستوى تعليمي أو ثقافي أو اجتماعي، لأ، العنف للأسف بقى أسلوب حياة في مختلف الطبقات، ويمكن ده برضو ما كانش مبرر للضرب، بس كنا بنعتبره مجرد سبب. لكن أنا دلوقتي عايزة أفهم ليه الناس بقت بتتعامل بالشكل ده، ليه العنف بقى الوسيلة الأولى اللي بيلجأوا لها، وكأنه أسهل حاجة إنه الواحد يمد إيده على واحدة. خلينا نقول إنه العنف موجود سواء على ست أو راجل، بس إحنا النهاردة بنتكلم بالأخص على الست. يعني كمان يا أميرة بقينا نشوف وانت ماشيه في الشارع اي حد يقول للتاني كلمتين بتلاقي الموضوع ده مد ايده وده مد ايده على التاني. دي حقيقه ظاهره بقت صعبه جدا. وعايزه اقول لك بقى، تخيلي ان ال 8 مليون ست اللي بيتعرضوا للعنف دول هم بس اللي خدوا رد فعل وقدموا محضر، فاحنا عرفنا نحصد العدد ده ان هم 8 مليون، لكن في ستات كتير يا جماعه عايشه حوالينا بيسكتوا عن حقهم، محدش عارف هم بيعيشوا ايه في بيوتهم بسبب بقى خوفهم من حاجات كتير قوي، اللي خايفه من جوزها، اللي خايفه من الطلاق او من نظره المجتمع، كلاكيع كتير قوي سببها تقاليد ومعتقدات في دماغنا من ايام جدي وجدك، زي مثلا الامثله اللي اعتقد دمرت حياتنا كلنا، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، او ظل راجل ولا ظل حيطه، او استوري على نفسك وعلى بيتك. يعني بجد امثله تودي في 60 داهيه. لا يا جماعه، ضرب الحبيب ده اهانه، مفيش حد بيحب حد يرضى عليه الاهانه، والعنف بكل اشكاله غير مقبول تجاه الزوجه او الاطفال او حتى الاخوات او اي حد اطلاقا، وده شيء خلاص مفروض ان هو متفق عليه، مش محتاجين نقعد نتكلم فيه ونقول ليه. لكن واحنا دلوقتي بنتكلم في حل وعايزين نلاقي حل ازاي نحمي نفسنا من العنف ده، واننا نغير المفاهيم المغلوطه عند الناس. جوزك مد ايده عليكي، يعني مش عايزه يعني اقول كلمه وحشه، يعني ما تسكتيش، في حاجه اسمها قانون يجيب لك حقك، لا دين ولا قانون ولا اي حاجه تسمح له انه يمد ايده عليكي، واللي يقول غير كده فهو ضد الطبيعي. في طبعا ستات، انا اسمع عن ستات اللي يمد ايده تقول لك مد ايدك انت كمان، يعني يضرب. انا بقول لك، هو انا واحده من الناس اللي بشوف انه اما انا حد تعدى عليا فغصب عني هبقى عايزه ادافع عن نفسي. ما تعرفي ده ليه بقى هيبقى ليه تطورات وحشه قوي. فاحنا بنقول في حاجه اسمها قانون لازم تلجئي له، ولازم تثبتي حقك وتاخدي حقك وما تسكتيش. صح، في بنات كتير بتاخد كورسات مثلا دفاع عن النفس، بس بغض النظر انه كل بنت لازم تاخد كورس دفاع عن النفس عشان تدافع عن نفسها والكلام ده كله، لكن احنا لو اعتمدنا خلينا نقول على الطريقه دي ان كل واحد ياخد حقه بايده هنبقى عايشين في غابه. بالظبط، ومش هنخلص. فالقانون هو ملجأنا لا قدر الله في موقف زي ده، هو اللي هيحفظ لك حقك لو انت بادرتي برد فعل ايجابي اول ما تتعرضي للعنف. لكن خليني اقول لك برضو انه بالرغم من التحفظات الكتيره اللي عندنا في عاداتنا ومعتقداتنا اللي بينقلها لنا الاهل، بيبقى عندهم حق اوقات لما اهلك يقولوا لما تيجي تتجوزي اختاري اللي عنده اصل، اختاري اللي بيفهم في الاصول وصاحب الاخلاق. عشان كده انا بشوف انه التساهل سواء في تسرع البنت في اختيار شريك حياتها او تساهل الاهالي في قرار كتير بياخدوها ولادهم هو من اسباب الطلاق دلوقتي. مزبوط. يعني عارفه الكلمه بتاعت الام كده اللي هي عززي نفسك. بالظبط. بصي يعني حقيقي كل اللي انت بتقوليه، والطلاق بقى دلوقتي على اهون الاسباب. يعني اغرب سبب سمعته مثلا للطلاق لما الزوج هو اللي بيطلق مراته علشان هي اللي ضربته. يعني برضو ما احنا نقول اللي لينا واللي علينا، يعني الايه اتقلبت. وعلى الرغم اننا طبعا
يعني طبعا رجاله كتير اكيد مش بتعلن ده واستحاله يعلن ده، بس في دراسات وابحاث كتير للاسف اكدت انها موجوده وبقوه في مصر، وان الست المصريه هي الاولى عالميا في ضرب الزوج. ودي غالبا دي يعني ست سمعت نصيحتك وبتاخد كورس الدفاع عن النفس يعني، وقررت تاخد حقها بايدها. انا مش عارفه دلوقتي بصراحه يعني نلوم الرجاله ولا نلوم الستات، يعني خلاص ما بقيناش عارفين نتعامل مع بعض ونتفاهم غير بالاهانه والضرب. ليه يعني ليه ما نقدرش نحترم بعضنا عشان شكلنا قدام نفسنا، حتى قدام اهلنا، قدام ولادنا، الناس اللي حوالينا؟ يعني لازم نلاقي حل يا جماعه، يعني الدراع مش هو الحل. بصي علشان ما تقوليش حد خد نصيحتي، انا بقول، انا ما بقولش يا ستات اضربوا جوازاتكم ولا تضربوا حد، بس انا بقول انه انا لازم ادافع عن نفسي حقيقي. يعني انا ما ينفعش اقعد اتضرب وقت في كورنر برضو، ما هو يعني لا، ادافع عن نفسي طبعا، ادافع عن نفسي ده اساسي، ادافع عن نفسي. بس فكره ضرب بضرب دي ما تعرفيش هتوصل لفين، لان ممكن هو اكيد اغبى منك، يعني اكيد اللي قدامك ده كراجل اكيد في قوه، في فرق، فانا طبعاً ممكن اتغابى بحركه فيتغابى هو اكتر فموت انا. خليني على قدي يعني. صح، هو العنف عمره ما كان طريقه لحل كل لحل اي مشكله اصلا. حتى مع الاطفال بنقول ده، العنف بيقضي على خيط الصلح والحب والود. وعشان كده نقاشنا النهارده لاي اب وام، اي زوج وزوجه لسه بيبداوا حياتهم، وحتى اي طفل بيسمعنا، يا ريت نحكم عقلنا، يا ريت نحكم ضميرنا ونفكر 100 مره قبل ما ايدك تتمد على حد بغير وجه حق. واتمنى السلام والحب والود دايما يبقى مالي بيوتنا جميعا. فعشان نعرف الحل دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نشوف الحل ايه. استنوني.